يشاركنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي. أستاذ يعقوب، برحب بحضرتك إلى هذه الفترة من التغطية، و يعني هذه الزيارة تتزامن مع الذكرى العاشرة لتعميق وترفيع العلاقات المصرية الصينية الاستراتيجية. ما الذي من الممكن أن تضفيه هذه الزيارة على تلك الشراكة؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. الحقيقة طبعا العلاقات المصرية الصينية علاقات متميزة ورفيعة المستوى، وحجم التبادل التجاري بين مصر والصين وفقا لأحدث الأرقام هو 14 مليار دولار. والحقيقة التنامي الأرقام الخاصة بالصادرات والواردات في المرحلة المقبلة هو من الحاجات الملحوظة في استهداف مصر لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الصادرات والواردات ورفع معدل الصادرات المصرية إلى الصين إلى رقم يتجاوز 2 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة. وبالتالي الزيارة الخاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين بتأتي في سياق أن الدولة المصرية بتستهدف رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين مصر ومختلف شركائها التجاريين والاقتصاديين حول العالم، والصين دي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحجم ناتج محلي 20 تريليون دولار، واحدة من أكبر القوى المصدرة حول العالم سواء في كل التكنولوجيات الحديثة أو في كل الأجهزة الكهربائية والمنزلية والتكنولوجية. والحقيقة الصين من أكبر المستثمرين الأجانب داخل كل قطاعات الاقتصاد المصري بحجم استثمارات بيتجاوز 6 مليار دولار. احنا بنشوف حتى في العاصمة الإدارية الجديدة منطقة الأعمال المركزية أو Central Business District حجم الاستثمارات اللي فيها 3.2 مليار دولار، وبالفعل سيتم افتتاحها خلال الشهور المقبلة في إطار دعم كل الشراكات الاستثمارية الناجحة بين مصر والصين. الزيارة بتأتي برضو في إطار يعني مناقشة والتطرق إلى كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والصين، وطبعا أهمها القضية الفلسطينية. وطبعا كمان بالإضافة إلى أن مصر خلال المرحلة المقبلة بتستهدف جذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة نعم عند هذه النقطة 12 مليار دولار. نعم أستاذ أحمد، يعني هل بعد إعادة ترميم البنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية في الفترة السابقة على مدار العشر سنوات الماضية والإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي خاضتها الدولة المصرية كخطوة إيجابية في سبيل الإصلاح الاقتصادي، هل أصبحت مصر الآن جاهزة لتطبيق واستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبشكل خاص الاستثمارات الصينية منها؟ هو الحقيقة ده سؤال مهم جدا، أن على مدار الفترة الماضية من 2014 وحتى 2024 10 سنوات مصر بتطور البنية التحتية وشبكة الطرق والمواني المصرية ال 18 ميناء اللي موجودين على البحر الأبيض والبحر المتوسط لتكون جاذبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. برنامج الإصلاح الاقتصادي ده بيؤسس لمرحلة مقادمة أو مرحلة مقبلة خلال الست سنوات المقبلة لجذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر إجماليها 100 مليار دولار بأفريج سنوي أو معدل سنوي 15 مليار دولار سنويا. وبالتالي تهيئة مناخ الأعمال وممارسة الأعمال والاستثمار ده كان الهدف الخاص بتطوير البنية التحتية، وكمان التشريعات الجاذبة للاستثمار أو المشجعة للاستثمار بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية أمام كبرى الشركات العالمية وأهمها الشركات الصينية. والحقيقة احنا بنشوف 2400 شركة صينية بتستثمر في مصر في كل القطاعات الأساسية، في سواء قطاعات التصنيع أو في قطاعات العقارات أو في قطاعات الاستثمار السياحي، ودي كلها شركات كبيرة. والحقيقة عايز أقف عند نقطة مهمة جدا في تطوير المواني المصرية اللي بيتم ده في إطار تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى ممر لوجستي عالمي بيخدم حركة الانترناشنال تريد أو التجارة الدولية، لأن 15% من حركة التجارة العالمية بتمر عبر الشريان الملاحي لقناة السويس. وبالتالي المنطقة الاقتصادية بتتيح كل التدفقات الاستثمارية وأهمها طبعا المنطقة الصناعية الصينية اللي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وبالتالي مصر
بتحول الممر الملاحي وشبكة المواني الست مواني اللي موجودين في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى خدمة التجارة العالمية وإلى محور لوجستي عالمي بدعم كمان من الجانب الصيني في إقامة صناعات متكاملة في سواء صناعات للسيارات أو صناعات لقطاعات التصنيع في المشروعات الصناعية المختلفة. عايزة نعم. لماذا هذا الحرص الصيني على إيجاد شراكة مع الجانب المصري على كافة الأصعدة أستاذ أحمد؟ يعني ما هي عناصر الإغراء على الأراضي المصرية التي قد تجذب هذه الاستثمارات الصينية إليها؟ السؤال المهم ده إجابته أن الصين دايما بتعقد شراكات استثمارية واتفاقيات اقتصادية كبرى مع الدول أو الاقتصادات الناشئة، ومصر من أبرز دول المنطقة والدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي بتحقق معدلات نمو متزايدة رغم التحديات الاقتصادية غير المسبوقة اللي بيمر بها الاقتصاد العالمي. وبالتالي مصر سوق كبير، 106 مليون مستهلك. مصر عندها خريطة استثمارية شديدة التنوع في قطاعات البنية التحتية وقطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات البنية التحتية الخاصة بالمواني كمان وقطاعات التصدير المختلفة وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وبالتالي الخريطة الاستثمارية دي جاذبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتاني أكبر اقتصاد في العالم اللي هو الاقتصاد الصيني بينظر إلى مصر لأنها اقتصاد واعد وسوق كبير. بالإضافة إلى النقطة الثالثة المهمة للغاية هي أن مصر هي بوابة العبور لقارة أفريقيا، عبارة عن أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية رفيعة المستوى بين مصر والصين بتتيح كمان عقد مزيد من الشراكات مع دول القارة الأفريقية. مصر عندها الكوميسا وغيرها من الاتفاقيات الثنائية بينها وبين دول القارة الأفريقية، وبالتالي إتاحة أن مصر تكون انترناشنال هاب أو مركز دولي محور دولي للتصنيع بالشراكة مع الجانب الصيني وتصدير المنتجات سواء للقارة الأفريقية أو لدول القارة الأوروبية. وبالتالي دي النقطة الغاية الأهمية. ربما توج ذلك اتفاقية البريكس وانضمام مصر إليها. ده حقيقي، لأن هو خلي بال حضرتك أن اتفاقية البريكس دي اللي مصر انضمت إليها بالفعل في بداية يناير 2024 ده دول واقتصادات واعدة بتتيح مزيد من التعاون الاقتصادي في أكبر تجمع اقتصادي عالمي وهو البريكس، وبالتالي بيتيح لأن تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة ورفع الهدف بتاعها من 54 مليار دولار إجمالي الصادرات المصرية للخارج إلى 145 مليار دولار خلال 6 سنوات من الآن في عام 2030. ده هدف أمام الدولة المصرية، النهوض بالصادرات المصرية. عقد الشراكات الاستثمارية تحديدا مع الصين والاقتصادات الكبيرة في البريكس ده بيتيح تعميق الصناعة الوطنية وتطوير الصناعة المحلية المصرية والاهتمام بجودة المنتج المحلي المصري وعقد الشراكات الاستثمارية مع الشركات الكبرى في العالم ونفاذ المنتجات المصرية عبر الشراكات الاستثمارية والاتفاقات التصديرية لدول القارة الأفريقية ودول القارة الأوروبية ودول القارة الأسيوية. والحقيقة الرقم المهم اللي فيه تزايد هو حجم التبادل التجاري بين مصر والصين. احنا بنشوف 14 مليار دولار، ده مرشح للزيادة تدريجيا خلال السنوات الستة المقبلة، وانا اتوقع في تقديري ان هو سيصل الى 20 مليار دولار خلال 5 أو 6 سنوات من الآن. ليه؟ وربما يحمل لنا عام الشراكة المصرية الصينية الذي تم الإعلان عنه اليوم العديد من المفاجآت أيضا. صحيح، أنا أتوقع أن فيه مناطق صناعية صينية جديدة سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة بتستهدف رقم مهم جدا في قطاع الصناعة المصرية، لأن توجه الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة التركيز على 4 قطاعات رئيسية. نعم. الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وبالتالي الشراكات الاستثمارية دي بتتيح دعم فرص العمل داخل الاقتصاد المصري. نعم. وكمان نقل التكنولوجيا وزيادة التصدير. بشكرك شكرا جزيلا أحمد يعقوب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، شكرا على كل هذه الإضاءات.